اتنعمتي فمن يوم ما هو كان على اتصال بالبوليس دورنا في مع زمايله كانوا ثلاثة رايحين مع بعض فيهم واحد اتوفى في ثلاجة المعصم وهو مفقود وزميله الثاني رجع السجن اتصلنا بزمايله بيدوروا عليه بتاع في المستشفيات مش موجود لا في المصابين ولا المتوفين. مفيش حد من السلطات المصريه اتصل بكم؟ لا لا احنا بنتصل بالسفاره السعوديه نتصل بهنا هنا ما حدش مدينا اي علامات عنه الا زمايله بيبعتوا لنا صور على النت اشتبه فيها في صوره اشتبهنا فيها في مستشفى الملك عبد الله. اتصلنا بيهم يعني زمايله راح وقال لك لا الصوره دي مش عندنا ده صوره واحد ايراني والايراني ده عنده 65 سنه مع ان اللي في الصوره ما يدلش على انه 65 سنه في اختلاف في البيانات في ما حدش مدينا اي تعليمات باي حاجه ولا بعثه الحاج حاولتوا ان هم تتصلوا بيهم مثلا يقولوا لكم اي حاجه؟ هو مش تبع الحاج هو مدرس يعني هو نازل لوحده اصلا هو مقيم هناك بقى تاني سنه هو راح قبل كده عمل عمره بس اول مره يعمل حاجه. طب تفتكر التقصير ده من جهه السلطات السعوديه ولا من مصر ولا من ايه بالظبط؟ هو التقصير من السلطات السعوديه السابقه في المستشفيات مش مدين الناس اي اهتمام بنتصل يعني المفروض حد يرد لا موجود يعني الصوره اللي موجوده عندنا على النت في مستشفى الملك عبد الله طب مش مدينا نقول لهم يقول لك ممكن يكون في العنايه المركزه والعنايه المركزه مش هندخل حد محدش مهتم ولا الاعلام خلي بالك الاعلام برضه مفيش اي حد مهتم دلوقتي اي اخبار بيجيبوها الا الموضوع ده محدش مهتم بيه خالص. التعليم اللي احنا درسنا عليه في المفقودين مش موجود والمصابين مش موجودين انا ما اعرفش هو فين اساسا طب انتوا بتطالبوا بايه؟ تليفون اخويا